علي بن أبي طالب عليه السلام. الاسم، الكنية، اللقب. أول من سمي في العرب باسم علي هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ولقد سماه به أبو طالب، وكانت أمه قد سمته أولاً حيدرة، وهو من أسماء الأسد. كنيته أبو الحسن، وكناه رسول الله صلى الله عليه وآله يوماً أبا تراب، حيث رآه نائماً على أرض المسجد وقد عفر التراب وجهه، فجلس عند وجهه يمسح التراب عنه. ألقابه عليه السلام أشهرها المرتضى، الكرار، أمير المؤمنين، والإمام، وكلها ثابتة في مضمون أحاديث شريفة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله.